السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد عن 10 فنانين بدأوا حياتهم كلاعبين كرة قدم ثم اتجهوا للتمثيل. قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مش مشتركين عندي ياريت تعملوا لي الاشتراك اللي بالأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. نجم الدراما العربية والأكثر شعبية الفنان ظافر عابدين، كان لاعب كرة قدم محترف التمثيل ولعب ظافر في صفوف نادي الترجي، لكن بعد عن الملعب بسبب الإصابة وتحول بعدها لطريق الفن. الفنان يوسف الشريف لعب في صفوف نادي الجلاء، بعد كده اتنقل للنادي الأهلي ومثل دور لاعب كرة قدم في فيلمه الشهير العالمي اللي ظهر فيه وجسد شخصيته الحقيقية قبل الفن، وهي لاعب كرة قدم محترف بيمتلك مهارات عالية. الفنان تامر حسني، وهو صغير حاول يكون لاعب كرة قدم، وشارك تامر في بداية مشواره الكروي في صفوف ناشئي نادي الزمالك، بعد كده انتقل للنادي الأهلي، وكان بيحكي عن السيرة الذاتية بتاعته وقال إني كنت لاعب كرة قدم. الفنان علي ربيع كان بيشارك اللعب مع أسقس وكان من ناشئي النادي الأهلي. الفنان أحمد السقا نجم السينما والدراما العربية، كان مهووس بكرة القدم في شبابه وكان من ناشئي النادي الأهلي، وكان في فريق تحت 16 سنة، والسقا دلوقتي بدأ يشجع نادي الزمالك. المطرب محمد فؤاد كان لاعب كرة قدم وكان في صفوف النادي الأهلي. الفنان نور الشريف من أشهر نجوم السينما في تاريخ الفن المصري، كان لاعب محترف لكرة القدم في صفوف نادي الزمالك لما كان في مرحلة شبابه. الفنان هاني شاكر كان لاعب كرة قدم قبل الشهرة واستمر في اللعب وقت صغير، ولكنه اعتزل وقرر انه يتجه للفن، والصورة دي كانت مع المطرب الشعبي كتكوتي الأمير. الفنان نبيل شعيل كان حارس مرمى قبل احترافه للغنى، وكان حارس مرمى في نادي القادسية. المطرب السعودي راشد الماجد كان لاعب كرة قدم قبل ما يتجه لطريق الفن، وكان لاعب في صفوف نادي الوفاق السعودي في فترة شبابه. شكرا على حسن المتابعة، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.